بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخطاب موجه إلى الإخوة الناطقين باللغة العربية، والحقيقة أنها لغة أحبها. لقد عشت في أمريكا 34 عاما، وكنت قبلها في كندا وقبلها في إسبانيا، أي أن حياتي أكثرها عشتها في الغرب، ومع ذلك لم أنس هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن الكريم، هذه اللغة المعجزة، ولذلك أنا أعتز باللغة العربية. وقد أرسلت لأول مرة لهذا الذي يسمى باليوتيوب، وكانت الفكرة من ابنتي العزيزة نور فلسطين، والتي هي تسجل هذا لي ولأول مرة. ومع الأسف فأنا لا أعرف كمبيوتر على الإطلاق، طول حياتي مشغول في الطب وفي أشياء أخرى، وإن كنت سأعمل كورس خاص لدراسة الكمبيوتر وعمل ذلك إن شاء الله. وأنا أخاطبكم هذه المرة هنا من واشنطن ستيت، وقد أرسلت باللغة الإنجليزية، ولكن هذا أهم شيء هو باللغة العربية للإخوة الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية. فأنا أقول لكم، أولا نحن نعتز بالعربية، فهي لغة القرآن الكريم، ونعتز بالأمة العربية، فهي التي حملت رسالة الإسلام إلى العالم، هي التي حملت العلم في كل أنحاء العالم، حملت العدل والسلام في كل مكان، فالاعتزاز هو كبير جدا. والذي لا يعتز بثقافته ولا يعتز بتاريخه لا يعتبر إنسانا حقيقيا، وإنما إنسان منقوص. أيها الإخوة، لقد رشحت نفسي إلى حاكم الولاية، والذين يتابعون نشاطي السياسي، فأنا تقريبا رشحت نفسي منذ حضرت إلى هذه الولاية منذ عام 1984 كعضو في الحزب الديمقراطي. وبصراحة أنا لم أرشح نفسي ومؤكد بأنني سأنجح، لأننا نحن بعيدين جدا في الوقت الحاضر. فمن يريد أن يصوت إلى واحد اسمه محمد وفلسطيني وعربي ومسلم، مسلم يعني ملتزم، ما هو مجرد مسلم، ويتكلم بصراحة ويناقش وعنده ألم كبير بما تفعله الصهاينة في فلسطين، وما تفرق به الأمة العربية، فهذه الدولة المغتصبة لا تعيش إلا على ديكتاتوريات الدول العربية، لا تريد أن يكون هناك نظام ديمقراطي، وهذا ما يجعلها تبقى وتستعمل الولايات المتحدة لهذا الغرض حتى تستمر في حروبها العدوانية. إنني أخاطبكم هذا اليوم، فالطريقة الوحيدة للوصول إلى الشعب الأمريكي هو الإعلام، وتعرفون مع الأسف أن الإعلام مسيطر عليه من قبل الصهيونية، فمن الصعب جدا أن تنقل أفكارك وما تريد أن تفعله عن طريق الأخبار، عن طريق الفاكس مثلا، سي بي اس، ان بي سي، اي بي سي، سي ان ان، مستحيل. سيكتبوا الأشياء السلبية، وإذا كتبوا عنا فيكتبوا أشياء قصيرة جدا، وإذا استدعوا واحد منشان يعملوا يعني يناقشوه أو يجعلوه يعني يتكلم في شؤون معينة، فيأتوا مقابله يهودي مثلا صهيوني
ويعطوه مجال واسع، وبدل أن يعطوا فرصة واحدة إلى الصهيوني يعطوه عشرات الفرص، ويعطوا جزء من الفرص إلى واحد فلسطيني أو عربي أو مصري. أنا اكتشفت الطريقة الوحيدة لوصول أفكارنا هو أن نرشح أنفسنا على مستوى الولاية كلها، يعني سيناتور أو جوفرنر، هذا يغطي الولاية كلها فقط. أما إذا رشحنا نفسنا على أساس يعني نائب في البرلمان أو شيء، بغطي المنطقة اللي أنت مرشح عنها فقط. لذلك يجب أن يكون إما حاكم مرشح حاله زي ما أنا عملت هاي السنة، أو سيناتور حتى أغطي الولاية كلها. والشيء الجميل في هذه البلاد يعطوك فرص كما يعطي الآخرين. مثال ذلك الولاية مثلا أعطتني فرصة مخاطبة سكان الولاية يعني بصوته 8 دقائق في 17 جون يعني حزيران الشهر الماضي. خاطبت 8 دقائق وركزت على أمور مهمة، منها الخروج من العراق، وركزت بأنه الحرب على العراق لم تكن من أجل البترول كما يدعون، لأنه أنا بعتبرها هي مؤامرة. الحروب على العراق، الحرب على العراق لأنها كانت تهدد إسرائيل فقط، هم اللي هيئوا للحرب، واعتقدوا بأن الفلسطينيين سيرفعوا الراية البيضاء ويسلموا عندما يحتلوا بغداد، وهذا لم يحصل. أنا حذرت من هذا في الويب سايت بتاعي، ادخلوا فيه وشوفوا في المنطقة اللي بتعامل مع العراق أو مع فلسطين. بعدين الشيء الآخر إنه في خطابي كمان ركزت على قضية اليهود الصهاينة في أمريكا، عبارة عن يمثلوا 2% فقط من الشعب الأمريكي، ومع ذلك عندهم قوة للسيطرة على 98% من الآخرين الأمريكا، من خلال الإعلام، من خلال الصحافة، من خلال التلفزيون، من خلال الكونغرس، من خلال الأحزاب الديمقراطي والجمهوري والبيت الأبيض إلى آخره. أنا حذرت من هذا الشيء. بعدين شيء آخر، أعطوني فرصة إني أرسل ستيتمنت يعني مذكرة أو رسالة من 300 كلمة فقط زي الآخرين المرشحين للحاكم إلى سكرتير الولاية، وسيرسل السكرتير هاي الرسالة مني مع الآخرين، مع المرشحين الآخرين من للحاكم إلى جميع منتخبين في الولاية، وعددهم 3.5 مليون مصوت. والأهمية في ذلك ليست مجرد الكلام اللي أنا بحكيه والثلاثمائة كلمة اللي أنا بحكيها وفيها أمور على غاية كبير من الأهمية، تتعلق بالحرب على العراق، تتعلق بفلسطين وكيف سيطروا على الأمور، تتعلق بالدستور الأمريكي اللي بقول إنه جورج واشنطن في خطابه الأخير إلى الشعب الأمريكي عام 1996 ركز على نقطة هاي، إنه بده ما يكون عبارة عن تأثير خارجي في السياسة الأمريكية، لأنه هذا أكثر شيء يغضب وأكثر شيء يؤثر في سياسة الجمهورية الأمريكية. أنا ذكرت